اكتر من مساله الطب النفسي. اللي معانا على التليفون شخصيه طبعا انا بعتز بيها وعرفته ايام وجود مانويل جوزيه في قياده الفنيه للنادي الاهلي، الدكتور محمد فكري استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك وفي ضيافه الاستاذ خالد التريبي بيرحب بيك. الو الو اي يا فندم، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. طبعا زميلي العزيز الاستاذ خالد التريبي معانا النهارده في الحلقه، وكنا بنتكلم على مقال كان ليه دور كبير جدا في ترسيخ فكره ان الطب النفسي ليه تاثير كبير جدا على اللاعبين وعلى الفرق، وكمان في جزئيه الاصابات، في التاهيل، في تجهيز اللعيبه، في التعامل النفسي مع اللعيبه. اولا شايف هذا المنظور ازاي؟ والمقاله دي كمان كانت افضل مقال رياضي عام 2019. طبعا في البدايه بهني استاذ خالد على المقال الجميل دوت، ومش بس كده بشكره على ان هو يعني سلط الضوء على فكره الطب النفسي واهميه الرياضه. اشكرك يا دكتور محمد. وطبعا عشان نتكلم على فكره الطب النفسي، هي فكره حاجه بنسميها المنتال سترينث. منتال سترينث يعني القوه الذهنيه بتاع هذا الشخص. تمام. وعشان مثلا ادي مثال بسرعه ويمكن حاصل في خلال اليومين اللي فاتت دول، فيدرر وهو بيلعب في دور الثمانيه في بطوله استراليا، كان في سبع مرات ماتش بوينت وفي الاخر كسب، يعني بيخسر ماتش بوينت وكسب. تمام. فعشان واحد يقدر يعمل حاجه زي كده لازم يكون ايه؟ لازم يكون مؤهل، لازم يكون مؤهل وقوي جدا. بالظبط، قوي جدا ذهنيا. اه، فهي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. ان ازاي الشخص دوت يستطيع ان هو تحت اي ضغوط هو بيقابلها يقدر يلعب. يعني مثلا اي لعيب كوره ممكن يقابل حد مثلا الحكم يبقى وحش، الجماهير تضغط عليه يبقى مهزوم، المدرب، كل الحاجات دي ازاي هو يستطيع ان هو يتعامل معاها. تمام تمام. دي بالتالي دي بتبقى مواقف وشغل بيعمله المعد النفسي مع اللعيب، ازاي يخليه مع تحت اي ضغوط ما تبقاش تفكيره سلبي، لا بالعكس انا هيبقى تفكير ايجابي واحط خطط جوه الملعب ازاي اخرج من الضغوط دهيت واتعامل معاها. اذا الضغوط المتعلقه بالناحيه النفسيه او القوه الذهنيه ساعات او اوقات بيبقى لها تاثير نفسي على عضلات اللاعب، فبيتعرض لاصابه لو مش حاضر ذهنيا او مش جاهز نفسيا لخوض المباراه او لخوض المعترك اللي هو هيشارك فيه. بالظبط. وجوه الموضوع دوت حضرتك مثلا ممكن ياخد قرار اندفاعي فيتعور مثلا. اه، او ذهنه ما يبقاش صافي فياخد قرار غلط. تمام. طيب، فبالتالي الاصابات بتزيد. انا النهارده مثلا لما نرجع للمقال بتاع الاستاذ خالد السنه اللي فاتت، كان في بعض اللعيبه الكتير اللي جايه عندنا في النادي الاهلي. وبالتالي اللعيبه دي مش واخده على الضغوط بتاعه فريق بحجم النادي الاهلي. وجايه في ظروف صعبه وعليهم ضغوط نفسيه جامده. فكان ده جزء من الموضوع. اه، فكانوا عاوزين ازاي ان هم يثبتوا نفسهم. تمام. طيب دكتور محمد، برضو فرصه طيبه وانت معانا، مباراه الهلال والاهلي ان شاء الله في البطوله الافريقيه يوم الاحد، يوم السبت القادم ان شاء الله. طبعا اكيد حضرتك متابع الضغوط النفسيه والتصريحات والاهتمام الاعلامي في مثل هذه المواقف. الطب النفسي او الحاله نفسها المحيطه بالمباراه، ابرز الكلام او ابرز الموضوعات اللي ممكن تتناقش سواء من جهاز فني اللعيبه او اللعيبه مع بعضها. كويس. بص، يعني طبعا انا حقيقي هقول كلام يمكن الناس تزعل مني، بس انا بشفق على اللعيبه بجد. تمام. لان عدم اللعب تحت جماهير لفترات طويله ده بيأثر عليهم جامد جدا. اثر سلبي. طبعا. وبالذات لما بيكونوا بيلعبوا بقى تحت الجماهير والضغوط النفسيه اللي بتبقى بره. ولكن في الظروف اللي زي دهيت اللعيبه لازم تتحلى بقى بالشخصيات القويه. ويبتدي الجهاز الفني يتعامل مع الموضوع دوت، انه يكلمهم ان انا اللي انا عاوزه ان انتوا تسدوا قدامكم كل اللي بيحصل في الاستاد، مالكوش دعوه بيه خالص. انتوا جوه الملعب بس. اوكي، ده واحد. اتنين، انا عاوز اشوف رجاله جوه الملعب، رجاله مركزه وتعمل اللي عليها، وده بقى بيد ربنا سبحانه وتعالى. بإذن الله. ويحط لهم مواقف كتيرة الفريق كان اتحط فيها تحت ضغوط
وبالرغم من كده قدروا ان هم يتخطوها يعدوا الضغوط ديت ويكسبوا. تمام. طيب ليله المباراه او يوم الماتش بيبقى يحبذ ان تتكلم في الامور دي ولا الكلام ده بيبقى في محاضره قبل المباراه بكذا يوم؟ لا يستحسن ان هو يكون قبل المباراه بكام يوم. وفي نفس الوقت حضرتك ياكد عليهم على ان لازم يناموا كويس. النوم كويس يفرق. ايوه. في التحضير الذهني والنفسي للمباراه كمان. ايوه، لان لو ما نامش كويس تركيزه هيبقى ضعيف جدا جدا وهيتعب بسرعه. تمام. طيب. فمهم جدا النوم. دكتور محمد فكري انا بشكرك وعايز اقول لك انت شريك في الجائزه مع خالد على فكره. لان سبب رئيسي. ده شرف ليا. ده شرف ليا واستاذ خالد يعني انسان جميل وانا يعني بشكركم ان انتوا بتحطوا الافكار دهيت وبتعرضوها ونتمنى يعني ان نرجع تاني الطب النفسي مع الفرق والمنتخبات في مصر باذن الله. العلم العلم مهم يا دكتور محمد. انا بشكرك وزميلي خالد التريبي بيشكرك. شكرا جزيلا ودايما ان شاء الله تكون حاضر معانا في اي احداث متعلقه بالرياضه والكوره الفتره الجايه باذن الله.